هو المذيع والممثل. لما بتشوفه من أول مرة بتحس إنه هو صاحب صفات الراجل الرزين الهادي الواثق من نفسه، هو النجم الشاب عمرو يوسف. هاي عمرو، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. الست بالنسبة لعمرو يوسف ايه؟ بتمثله ايه؟ مش هتقولي، هتكتب في الكتاب اللي قدامك. الله خلقنا رجل وامرأة، فهل يحق للمرأة أن تخرج أسرار الرجال مهما كانت جريئة وصريحة؟ سمر والرجال. مساء الخير عليكم. عمرو، هدخل في الموضوع على طول. شايف ان الست لغز كبير محدش بيفهمه، ولا هي حتى بتفهم نفسها؟ لغز بس مش كبير، لغز كبير بس في ناس بتفهمه يعني. وبعدين كل ست ولغز في حد ذاته، وهي لغز في حد ذاته يعني. مش كل الستات حد ذاتها. في حد ذاتها يعني، مش كل الستات بتعرف ردود افعالها. لا، غير ردود الافعال طبعا، هي ردود الافعال بتبقى غير متوقعه من كل ست غير الثانيه، لكن زي ما بيقولوا كده ممكن يكون كل ست ليها مفتاح. لما الواحد بيعرف المفتاح ده بيعرف ان هو يفهمها. بس انت عارف ستات كتير ولا ايه؟ كتير؟ اه استنى معد. الله 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 الله. لا مش كتير والله. مش كتير، مش كتير. لا مش كتير. طب كم واحده؟ لا مش فاكر. لا اكيد سألتك محرجه كده. اكيد فاكر. انا لسه قلت حاجه يا عمرو. والله وفي اكتر من كده يعني. لسه ما قلتش اي حاجه، ده احنا لسه بنبدا الحلقه. لا كم واحده عرفتها في حياتي ما اعرفش. هو يعني ليه الراجل بيحرج لما هو يقول ان هو عارف ستات كتير؟ مش ده طبيعي ان الراجل يبقى ليه علاقات كتير؟ لا حقيقي انا ما لحقتش اعرف ستات كتير. ده ما لحقتش عشان ايه؟ يعني عشان بدات شغل بدري يعني ولا ايه؟ يعني مش عارف، لكن انا ما اكذبش عليكي فعلا، ما يعني ما اقدرش اقول ان انا عرفت ستات كتير. لا يعني دي كلمه. لا انا عندي اصحابي عرفوا ستات كتير، دول يتقال عليهم كده، لكن انا ما يتقالش عليا. انا ماليش دعوه دلوقتي باصحابك. انت حبيت كام واحده؟ حبيت كام واحده؟ اه كده اوقع. حبيت واحده. طب ازاي الست بتجمع بين حاجتين نقيضين في نفس الوقت، الضعف وفي نفس الوقت انك كيدهن عظيم؟ لان هي ضعفها قوه. دي من وجهه نظري ضعف الست هو قوتها. الست عمرها ما هتكون اقوى جسديا من الراجل. انها تبقى ايه كوبايات الطويله قوي دي؟ عجبك؟ حلوين جدا. ميرسي. ال شكرا، تسلم ايدك. جوافه. ازاي ضعف الست في قوتها؟ ضعف الست هو قوتها يعني. انا بتكلم يمكن عن نفسي بقى في المنطقه دي. انا لما طبعا انا عايزاك في كل الحلقه تتكلم عن نفسك. يعني انا صعب عليا جدا ان انا اشوف قدامي ست بتعيط او مظلومه او مقهوره يعني. بشكل عام انا بكره الظلم، بس برضو انت دايما بتحس ان اللي بيتظلم وهو ضعيف بيبقى الظلم اقوى كمان عليه. فانا موجع اكتر. فانا يعني بحس ان ضعفها ده هو قوتها المفروض يعني. ايه اكتر حاجه بتوجع الست؟ عدم اهتمام الراجل بيها، ولا الخيانه، ولا الفقر، ولا الطموح الزايد، ولا ايه؟ مع كل ست وممكن يبقى في حاجه مختلفة بتضايقها وبتوجعها. من خلال خبرتك وتجربته مع الست، الخيانة أكتر حاجة بتدمرها. طب الراجل في نفس الوقت؟ الراجل حاجات كتيرة قوي ممكن تدمره يعني أو تضايقه يعني. هي فكرة إن الراجل الست تخونه، لا دي طبعًا تكون مدمرة بالنسبة له، بس إحنا دايمًا بنبعد الفكرة دي عن دماغنا كشرقيين يعني. يعني إحنا ما بنفكرش إن الست ممكن تخون الراجل اللي معاها، لكن عادة الراجل هو اللي بتبقى هي سمة الرجل يعني. شفتوا يعني الرجالة هي اللي معروف عنها. ما تمسكيهاش عليا يا سمر وت زعيق الناس مني. شفت بقى؟ لا بس هو كل الناس عارفة إن الرجالة هي اللي بتخون أكتر. طبعا. ما بتبقاش متوقعة ده من الراجل. مزبوط. بس طب لو حصل والست خانتك ممكن تسامحها؟ مين دي؟ طب إيه اللي ممكن تسامح فيه الست؟ يعني أسامحها لو مثلا يعني الرز كان فيه ملح زيادة شوية ولا حاجة. طيب ممكن في المستقبل تتجوز اكتر من واحده؟ لا مستحيل.
ليه مستحيل؟ لا مستحيل، انا ضد يعني مش ضد فكره الجواز اكتر من واحده، بس يعني لا انا مش مناسبه ليك يعني. لا مش مناسبه ليا خالص، وما فكرتش فيها عمري ان انا اتجوز اتنين دي يعني. هسال حضرتك شويه اسئله وهقول لك ما رايك فيه. الازواج الذين يضربون زوجاتهم، يضربوا بالرصاص، مفيش راجل يمد ايده على ست تحت اي ظرف من الظروف. ما رايك في مقوله ما ينسيش الراجل البنت كان بيحبها الا بنت تانيه؟ ده حقيقي برضو؟ ممكن اقول لك ساعات بيبقى حقيقي وساعات لا، لانه ممكن فعلا الواحد يجرب انه يروح لواحده تانيه عشان ينسى الاولانيه، ويلاقي نفسه مش قادر يتعامل مع التانيه دي خالص، كل حاجه هي بتعملها بيقارنها بالاولانيه وبيفتكر الاولانيه وبيحبها اكتر، فبتبقى حياه جحيم مع التانيه. لسه مكملين مع عمرو يوسف، استنونا. حبيت كم مرة؟ ما حقيقة مرة. طب ايه السبب ان انتوا بعتوا عن بعض؟ ياه بالبساطة دي؟ ايه؟ انا بقول لك بمنتهى البساطة. لا نصيب، الحاجات دي بتبقى نصيب فعلا. بس نصيب، بس بيبقى الواحد عارف ايه السبب. يا سمر، لا صدقيني نصيب. هي ممكن تبقى عدة اسباب وراحت في الاخر لنصيب. وقال بصي انا هقول لك على حاجة، عشان انا سألت الموضوع ده عمري ما جاوبت فيه في الموضوع ده. الناس مش فاهمه، فاحنا عايزين نوضح. اوضح بمنتهى السهوله، انه انا كنت بسمع كلمه اسمها نصيب دي زمان كتير جدا، بس مش فاهمها فعلا. في العلاقه دي فهمتها بدليل ان احنا لغايه النهارده بقول لك اصدقاء وبنكلم بعض عادي جدا، مفيش اي مشكله يعني، مفيش خلاف، مش بالضروره يبقى في خلاف او تنازع على حاجه او خالص. حسيتوا ان انتم مش متفاهمين بس خلاص، فتمام. طب مين اللي قرر ان هو يمشي، انت ولا هي؟ قرار مننا. لا بس بص ما تقوليش كده، لازم حد بيقول انا خلاص عايز امشي. طب فالتاني بيقول له طب اقول لك على حاجه عشان بس يعني ما تفتكرينيش بكذب عليكي، والله قرار مشترك، والله قرار مشترك، انا بحلف. في فتره مشاكل كتير فقررته خلاص. بالظبط. انا متهيالي برج الجدي، انا بسمع دايما عنه ان هو ما بيديش فرصه تانية للست اللي هو بيحبها. انت كده، انا عارفه ان انت برج الجدي. انا برج الجدي بس يعني لا، بدي فرصه تانية وثالثه، بس عند الثالثه تبت خلاص. عمرك رحت لواحده وقلت لها اديني فرصه تانية؟ وقبلت؟ وفشلت؟ لا. هي اللي فشلت؟ فشلنا. هسألك شوية أسئلة وهقول لك لو. لو اتجوزت واحدة من الوسط الفني وهي متخانقة مع واحدة ممثلة تانية، وأنت جيت مثلت معاها وقالت لك أنا مش عايزاك تمثل معايا، أنا بيني وبينها مصانع الحداد، هتمثل معاها ولا لأ؟ أمثل معاها طبعا. طبعا؟ طبعا. مش هتعمل حساب ليها؟ لا مش هعمل حساب ليها. بصي، إيه نوع الخلاف؟ لو أي خلاف؟ لا مش أي خلاف. أي خلاف بس وجعها، حاسة إن هي مش طايقة الست دي. هما اتنين فنانات، أنا اتجوزت واحدة من الوسط الفني والتانية فنانة اللي أنا همثل قدامها، مظبوط؟ الخلاف اللي ما بينهم ده خلاف عادي بسيط. أنت مالكش فيه من قبل من لا ما ينفعش يبقى ماليش فيه، لأن أنا مرتبط بالبنت دي، فما دام أنا مرتبط بيها يبقى ليا فيه في أي حاجة بتضرها أو بتضايقها. يبقى بتخاف على شعورها، ما أنت ممكن ما أنا بقول لك بس بخاف على شعورها، ولكن هي الست اللي هتكون معايا عمرها ما هتقول لي ما تروحش تشتغل. يعني الست اللي هتكون معايا عمرها ما هتقول لي ما تروحش تشتغل الفيلم ده او المسلسل ده علشان انا ما بحبش الممثله دي. لو واحده من اصدقائك حبتك واكتشفت ان هي بتحبك وجت صرحتك، صديقه بالنسبه لك. هبعد عنها. مستحيل يكون في بينكم علاقه. هبعد عنها تماما. لو واحده ضربتك بالقلم. تضربني بالقلم بتاعي يعني؟ ليه؟ معرفش. لو احنا بنفترض، احنا بنفكر مع بعض، لو ضربتني بالقلم معرفش هتعمل ايه رد فعلك؟ ما مش عارف، ممكن ساعتها يبقى ايه رد فعلي، بس انا ضد ان انا امد ايدي على ست دي يعني. انت خلاص، انت احنا عرفنا ان انت ما بتضربش الست، بس لو الست بقى جت ضربتك هنا، رد فعلك هيكون ازاي؟ لو ما هو لازم اعرف ليه ضربتني يعني. لو انا حاسس ان انا في كارثه عملتها مثلا، وفي مصيبه، في حاجه هتتقبل ضربها يعني؟
ممكن امتص ده يعني بعيدا عن فكره الالم، هي مش هتعرف توصل، هعمل كده بسرعه فمش هتعرف توصل لوشي. اكتشفت ان زوجتك ليست عذراء. لا ما ينفعش. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كده. صحيح ان الجنس بيشغل اغلب مساحة عقل الرجل العربي؟ طبعا. بنسبة قد ايه؟ 90%. وانت؟ بنسبة كويسة يعني، بس مش عارف قد ايه. كم في المية؟ والله مش عارف احدد لك، يمكن مثلا 83% ولا حاجة. 83%. الرغبة عند الرجل بتزداد مع تقدم السن ولا بتقل؟ الله اعلم، انا لسه صغير ما اعرفش. لا يعني اكيد دارس واكيد قاري كتير واكيد. الرغبه بتزيد مع تقدم، بالعكس الرغبه بتقل مع التقدم. طيب يبقى انت عندك الرد اهو، ما لهاش علاقه بقى صغير في السن او كبير في السن يعني. انت عندك 32 سنه؟ 31. في الفتره دي ما بتمرش باي علاقات وتجارب جنسيه على المستوى الجسدي؟ اه جنسية. يعني انت بتساليني على الهوا على علاقاتي الجنسيه؟ اشربي العصير يا سمر، اشربي العصير. زي ما بقول لك انا مركز في الشغل قوي الفتره دي واخد كل وقتي. هل العلاقه الجنسيه مهمه في الحب؟ الله ماشي. هل العلاقه الجنسيه مهمه في الحب؟ العلاقه الجنسيه مهمه في الحب؟ اه يعني في البعض شايفين ان هي وقود بيحميه من الفتور. اكيد طبعا طبعا طبعا، لانه في ازواج كتير جدا علاقتهم الجنسيه تبقى فيها مشاكل وهم حياتهم ظريفه، لكن الموضوع ده بيعمل مشاكل بيخليهم يتطلقوا. على راي واحد صاحبي المشاكل بتبدا في السرير وبتنتهي في السرير. طب شفت بقى؟ طب ما انت مركز اهو. اه لا مين مش مركز؟ مركز اهو. مركز جدا. طيب الراجل بطبعه بيحب السيطره. وبيحب يسيطر على الست. اعملي كذا ما تعمليش كذا. ليه الراجل في الحب بقى بيحب ان هو يخضع لمن يحبه؟ يعني ممكن يتسيطر عليه شويه وبيبقى بمزاجه وبيبقى مبسوط جدا. عشان بيحبها. يعني الحب بيضعف؟ اه يا نهار ابيض، الحب طبعا بيضعف. طبعا الحب بيضعف جدا. عيطت من علاقة حب فشلت؟ اه. تقعد تعيط لوحدك بالليل مثلا؟ يعني مش ساعات بعيط اه، ممكن. ممكن تسمع أغنية وأنت ماشي في العربية تأثر فيك؟ هي دي اللي بتخليني أعيط مش أي حاجة. بالظبط يعني أنت جبتي، أنت كمان أنت شكلك بتعيطي في العربية أنت كمان. والله شكلك بتعدي في العربيه مع شيرين، انا شيرين هي اللي بتعيط. انا في عربيتي شيرين دلوقتي. شيرين عرفت منين؟ انا شيرين هي اللي بتعيطني. انا شيرين كنت جايبه اسمعها النهارده الحقيقه، من اكتر الاصوات اللي بحبها. طبعا هسالك شويه اسئله وهقول لك صارحني. لو كنا في مجتمع غير المجتمع كنت ممكن ترد عليا باجابات اسرح من كده؟ اه طبعا. مش دي ازدواجيه؟ اه طبعا. يعني انت معترف بان الراجل الشرقي عنده ازدواجيه؟ اكيد بنسبه 100%. ليه؟ ليه؟ لان والله بصي لما فكرت دلوقتي مش اصرح قوي، انا ما كدبتش عليكي في اي حاجه تقريبا من اللي انا قلتها. انت اول مره تبقى صريح؟ لا طول عمري صريح. لا اول مره تتكلم بالمنظر ده؟ يعني دلوقتي قصدك؟ اول لقاء تتكلم فيه بالاسئله دي؟ اه اول مره. اول مره طبعا. واخر مره. بس طبيعي اه، احنا شعب عندنا الازدواجيه دي عامله لنا مشكله كبيره جدا. ممكن تتجوز واحده؟ صدقيني والله انا ما كدبتش عليكي في اي حاجه دلوقتي. انا مصدقك. ما كدبتش خالص، انا مصدقك وكلكم طبعا مصدقين واضح جدا. آه يعني آه. ممكن تتجوز واحده كانت متجوزه قبل كده؟ اه. ممكن تتجوز واحده اكبر منك في السن؟ اه، بس الفرق ما بيبقاش كبير قوي يعني. يعني كام سنه؟ والله في بنات كده بيبقى شكلهم او ستات بيبقى شكلهم صغير وهم بيبقوا كبار يعني، فلو شكلها معقول يعني هي بتبقى على حسب يعني قصدي شكلها ما بيبقاش كبير قوي ف يعني لو شكلها ان هي باين ان هي صغيره مش هتفرق. قصدي باين مش قصدي باين، بس يعني قصدي ما يبقاش فرق يعني، ممكن اقول لك فرق السن يبقى سنتين ثلاثه اربعه بالكتير يعني، ده اكتر من كده يبقى مش. انت الشكل والمظهر مهم بالنسبه لك؟ زي ما قلت لك من جوه اهم، هي من جوه عامله ازاي ده اهم بالنسبه لي، بشوفها احلى لو هي من جوه حلوه وبشوفها وحشه لو هي من جوه وحشه. لو انت حبيت واحده وصرحتك بان كان ليها علاقات سابقه هتكمل معاها ولا هتسيبها؟
قصدك علاقات من انهي نوع يعني؟ عاطفيه او تجارب، يعني خدها زي ما انت عايز. لا لو لو لو, لو يعني علاقات عاطفيه وكانت مرتبطه بحد بتحب حد. ما هي ممكن ما هو انت ممكن تتجوز واحده كانت متجوزه. ايه علاقه متجوزه؟ ما احنا بنفكر مع بعض. تحسسي لي ايه يا سمر؟ رايحيني انا بفكر معاك. رايحيني انا راجل صريح ودغري معاك. وانا كمان صريحه معاك. يعني انت بتقولي ان انت ممكن تقبل ان انت تتجوز واحده كانت متجوزه قبل كده. طيب لو جيت عرفت ان واحده بتحبها، خلاص انتوا حبيتوا بعض، واكتشفت بان كان ليها علاقات، كانت بتحب واحد وكان في علاقات علاقه جسديه للأسف. عشان اكون صريحه معاك. لا صعب عليا زي ما انت صريح معايا. صعب عليا والله. صعب. طب انت ممكن تصارح البنت اللي انت بتحبها بعلاقاتك كلها، ولا انت برضو من انصار مدرسه ما بلاش نتكلم في الماضي؟ لا من انصار ما بلاش نتكلم في الماضي. لسه مكملين مع عمرو يوسف، استنونا. حوري لك صوره تقولي ايه رايك فيها. كاترين زيتا جونز جميله طبعا. ايه رايك؟ جميله قمر. تحب الشكل ده؟ كنت بحبها والله زمان، دلوقتي مش قوي. تخيلي بتحب مين دلوقتي؟ انا بعشق ممثله اسمها مونيكا بلوتشي. طبعا مونيكا بلوتشي دي ما شاء الله عليها. هي انت مش قلتي لي تتجوز واحده اكبر منك؟ دي اكبر مني مثلا ب 20 سنه. انا هي دي بقى اللي هتتجوز. مش مشكله خالص. طب خلاص. عرفنا بقى عمرو بيحب مين. مونيكا بلوتشي. طبعا نوره نجم ب 100 راجل. دي بيعجبك تصرفاتها؟ بيعجبك كلامها؟ في بعض الاحيان انا عارف ان هي ممكن تكون بتزودها شويه، وفي بعض الاحيان تتهاجم كتير. طبعا هي بتتهاجم كتير جدا، لكن هي حقيقيه. هعرض عليك شويه شخصيات دلوقتي بين الستات وبين الرجاله، وهتقولي ايه رايك فيهم. وهي نساء ورجال، انت مين فيهم بقى؟ الرجل العملي، الزوج التقليدي، السيد العاشق، الرجل المودرن، زير النساء. هو لازم اختار واحد ولا ممكن اختارهم كلهم؟ لا ممكن تختارهم كلهم. ممكن تقول لي اثنين ثلاثة زي ما انت عايز. يعني انا وعدد كبير جدا من الناس اللي انا اعرفهم يعني متهيألي فينا كل الصفات دي، ودي بتكمل فكرة الازدواجية اللي عند الراجل الشرقي شوية. بنسب يعني؟ بنسب. يعني هتسعد الست اللي هتكون معاك؟ ان شاء الله هسعدها وبوعدها من دلوقتي ايا كانت. تحب مين فيهم؟ الرومانسية العصرية الدلوعة، سيدة المجتمع الملتزمة، ربة المنزل. أكدب عليكي لو قلت لك عايزهم كلهم برضو؟ لا ما تكدبش عليا، لأن في كتير اختاروهم كلهم. نفسي فيهم كلهم طبعا. ومين ما نفسوش؟ كل الرجالة اللي قعدت ضيوفي كلهم من الرجالة اختاروا كلهم. ده حقيقي. هنشوف بقى أنت كتبت إيه. الست هي النص الحلو. مقتنع بان هي لازم تكون النص الحلو؟ هي فعلا النص الحلو طبعا. عمرو مبسوطه جدا انت كنت معايا النهارده، نورتني. انا مبسوط يا سمر، وبشكرك جدا على البرنامج ده، وكل سنه والناس طيبين وبخير. طيب. وانا الحلقه دي عدت عليا كده زي سكينه في الزبده. ميرسي. اشكرك جدا. اشوفكم بكره ان شاء الله.